أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بفقرتنا الصباحية الأبراج. طبعا البداية عادة من الحمل حتى الحوت. اليوم الحمل تفرط بطاقتك الإبداعية في مشاريع من دون وضع خطط ثابتة لها، وتتريث حتى تجد الوقت الملائم. أما العاطفي حان الوقت للتخلي عن حبيب سابق وبدأ علاقة جديدة على أساس صلب. أما الصحة حاول عدم الانفعال وتمالك نفسك إذا أردت المحافظة على صحة سليمة. أما مولود الحوت اليوم تنجح في تنفيذ عمل كبير طالما حاول أرباب العمل أنه يتمكنوا من هذا الموضوع ويحثوك عليه، وعند حسن ظنهم أنت اليوم أصبحت وأمالهم. أما العاطفة لا تحاول لوم الشريك بسبب انزعاجك من عنده، أنت كنت تغيب عنه طويلا في المدة الأخيرة وأنت وضحت هذه الحدود بينك وبينه، حاول أنه تكون أكثر انفتاح. أما الصحة قد تشعر أنك بحاجة إلى طبيب نفسي لأن كل ما يدور حولك كثير قلقك ويزعجك ويقلق أيضا راحتك. أما مولود الجوزاء اليوم ربما تتوقع يا عزيزي أو تتوقع أيضا تغييرات أو ربما تشكيلات تحمل لك المسار في محيط عملك أو في حياتك المهنية والعاطفة. حاول أنه تصغي إلى ما يقال لك من الشريك حتى تتمكن من معرفة حقيقة مشاعره. أما الصحة لا تكثر من تناول الأطعمة الدسمة خصوصا في المطاعم، بل حاول أن تختار الطعام الصحي ليناسب وزنك وعمرك. السرطان ربما اليوم تحاول أن تترقب إلى موضوع خرج من إيدك، أو ربما إلى مغامرة تعويضية، أو ربما إلى إدخال بعض التعديلات إلى روتينك اليومي. والعاطفة لا تحاول أن تخلط بين العمل وبين علاقتك بالشريك، وبحاجة إلى وجودك بقربه حتى تشعر بحبه وبإخلاص لك. الصحة إذا أحسست يمكن بتورمات في قدمك أو رجلك أو ذراعك حاول أنه تستشار طبيبك لأن هناك بعض الطوارئ السيئة من حواليك. وطبعا الأسد اليوم تواجه صعوبات جمها في العمل، لكنك راح تتخطاها قريبا وتتغلب على كل ما يحاول عرقلة مشاريعك. طبعا العاطفة اليوم راح تشهد يمكن علاقة بالشريك بعض التغيرات الجذرية في الأيام المقبلة، وقد توصلك إلى الزواج بهذا المولود. والصحة خفف من ساعات جلوسك وخصص ساعة للقيام بنشاط رياضي مفيد. أما مولود العذراء اليوم تعزز موقعك وتتحمس للتقدم والمثابرة، وربما تزدهر الأعمال وربما ترتفع معنوياتك وتتابع سيرك بخطة ثابتة، الحظ إلى جانبك. أما العاطفة أمامك فرصة عظيمة حتى تذوق السعادة والغرام بجنب الشخص اللي كنت تحلم طالما بالاقتراب من عنده منذ زمن طويل، وهو الآن اليوم الفلك ينصفك. أما الصحة لا تحاول أنه تقع مسألة الكسل وربما الانكماش أو ربما عدم تناول الطعام، كلها بسبب طبعا مسألة الكحول أو الأشياء الكحولية اللي بديت تتناولها مؤخرا، وطبعا هذه هي تأثر على مزاجك وأيضا يعني نفسيتك. مولود الميزان اليوم تعود عليك مشاريع بالمردود المادي الكبير وتكون حافز لتوسيع مجال أعمالك واستثماراتك. والعاطفة مفاجأة زيدك ثقة بالشريك وربما تعلق به وربما تفكر في الارتباط سريعا به بعدما كنت تأجل باستمرار. الفلك اليوم ينصفك وينصف الشريك الحقيقي طبعا لك. أما الصحة لا تجبر القيام بالتمارين الرياضية لإفراط العائلة، بل يعني حاول أنه تجد الشيء الوسط بينك وبين حثهم على القيام بالتمارين الرياضية مثل ما أنت بدأت بها. العقرب اليوم صفقة مالية جديدة ما راح تتوقعها تعود عليك بالكثير من الأرباح وتحقيق النجاح الباهر. والعاطفة يكون الحوار الصريح بينك وبين الشريك مفعول إيجابي في نجاح العلاقة بيناتكم. أما الصحة القلق والاضطراب سببهم طبعا هو محروف أمام مشاكل مهنية أو ربما عاطفية، والحل بيدك أنت أيها المولود اللي بديت تكون مزاجي وكتوم. أما القوس اليوم مهاراتك في مجال عملك راح تفتح أمامك فرص كبيرة وكثيرة ومهمة ما كنت تحلم بها. أما العاطفة يعرفك صديق إلى شخص من الجنس الآخر، بغية بدأ علاقة ربما جديدة أو سريعة وتصير الأمور مثل ما تريد ونحو الشيء الإيجابي. أما الصحة السباحة رياضة مفيدة جدا، وممارستها ليوم ولو واحد بالأسبوع راح يسمح لك بتجديد الخلايا الميتة من الجلد، وربما كنت يعني تعاني من مشاكل في هذا الخصوص. أما مولود الجدي مشاريعك كبيرة لا حدود لها، ولكن تبحث عن الظروف الملائمة اللي تساعدك والمناخ اللي يحقق لك ما تصبو إلى، وإن شاء الله الأمور آتية بهذا الاتجاه.
إذا تحدثنا عن العاطفة ابتعادك عن الشريك بسبب سفره يشعرك بالكثير من الحزن والوحدة والشوق الكبير إلى لا داعي أنه تحزن كثير، لكن الظروف إن شاء الله ملائمة وتعود بأمور إيجابية من طريق هذا السفر والصحة. إذا خرجت لي المشي ساعات أو مسافات طويلة راح تكون طبعا الحل الوحيد لمسألة التنفس والراحة النفسية اللي تبتعد عن حتى العقاقير الطبية. مولود الدلو اليوم تفتح أمامك أبواب كانت مغلقة وثمت مؤشرات إلى إيجابية طبعا، لكن الأمر يتطلب التروي شوية وأنه تتجنب التهور وعدم الاستثمار أو الاستشعار من أمور بديت تفكر بيها. لكن هناك صديق يساعدك على تخطي هذا الموضوع وأرزاق جديدة. العاطفة تشعر برغبة كبيرة بالشريك وأنت مشتاق إلى وتود التكلم إلى، ربما الظروف اللي بعدتك عنها لفترة معينة هي ظروف حياتية صعبة لكن تعود لإياها إلى مجاريها، وربما تعملون في مجال واحد. أما الصحة بعض الألم اللي كنت تتعامل تشعر به، وربما مسألة النظر اللي كنت تجلس أمام شاشة التلفاز طويلة لازم أنه تتخلى عنها وتذهب إلى أمور تكون أفضل إيجابية وأحسن للقادم. طبعا نتحدث أيضا عن مولود الحوت اليوم، إذا حاولت أنه ترسم أهدافك جيدا وربما عزيمتك للوصول إلى تحقيق أهداف طموحاتك بعد انتقال من طبعا أحد الأبراج إلى برج آخر يدعوك إلى الحب، وربما يدعوك إلى بدء علاقة بشريك جديدة، وربما هنالك أشياء وأمنيات وطموحات راح تتغير على طبعا صعيد الحب والعاطفة وأيضا الصحة. تحسم أمورك وربما تستقبل بعض الأشياء بإطمئنان، وفي هذا المجال أنت مقبل على شراء سيارة أو ربما تغيير عقار أو ربما سفر أو ربما شيء مفرح يدخل بيتك وعلاقتك مع الآخرين جدا مفرحة، وتنتبه إلى هذه السيدة اللي ربما تبين أنه هي محبة ولكنها على غير هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام طبعا فقرتنا الصباحية الجزء الأول من الأبراج انتهت، ننتقل وإياكم إلى القسم الآخر من الاتصالات ومشاركاتكم حتى تكونوا معايا مباشرة على الجو في اتصالاتكم ومشاركاتكم الصباحية. مع اتصال هاتفي أول. ألو 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 صباح الخير. ألو صباح الخير. يا مرحبا أهلا وسهلا. أنا إبراهيم أبو أسماء من أربيل. يا أهلا وسهلا بك يا أستاذ إبراهيم. قبل أسبوعين لو أسبوع يمكن تتذكرين قلت لي أنت أحضر لك ما أدري شنو عد أجاوبك ما أدري شنو المشكلة. إذن أنا أولا أستاذ إبراهيم أنا أولا بس خليني أذكر لأنه هواي اتصالات توصلنا وتعرف أنت بعد لازم أنه شوية تصير أكو بد أمور. طيب إبراهيم أي مواليد أنت كنت بالضبط؟ يا تاريخ أي ميلاد؟ 94/5. يعني أي مولود كنت الثور؟ والله ما أعرف مولود الثور. نعم الثور، مولود الثور راح تكون طبعا زهرة طالع أكوة طبعك هو ترابي. تمام أستاذ إبراهيم، عن شنو كانت المشكلة تحديدا عزيزي؟ تعرف اتصالاتنا كثيرة. والله أنا عندي المشكلة أنا عندي صرع صار بي أنا نايم وبنتي خمسة. تذكرتك يا إبراهيم. نعم نعم ذكرتك جماعة. طبعا هاي هذا الموضوع كان حضرتك قلت لي انا صح اقول لك صح ذكرتك. يعني هذا الموضوع صراحه احنا مكمليه، لكن تعرف لبعض الطوالع والنوازل اللي كنا ننتظر انه تراجع المريخ، وفعلا هو تراجع المريخ الان، لكن ما يخالف ابراهيم تصبر علينا فقط يومين ان شاء الله على يوم الخميس. تمام يوم الخميس ان شاء الله بالتمام. نعم لمساله الصرع. لا ليش يعني اليوم ماكو ما حل. خل اقول لك ليش تدري ليش مع البنت. اسمعني إبراهيم، يعني أكو نوازل وعندنا نوازل عندنا طوالع معينة ما نقدر نشتغل بها أشياء أو ننطي علاجات معينة، لأن تراجع المريخ في برج الحمل يسبب كثير من الأشياء يعني اللي ترجع سلبيا على المواليد. فلذلك أنا بس فقط يعني أنتظر من عندك هل كم يوم هاي، لأن انتهت العشرة أيام هاي السيئة بالنوازل السيئة لبعض الطوالع بس تنتهي هاي، لانه مساله الصرع لا سمح الله مساله شويه كبيره ومساله شويه حساسه وطبعا تاخذ شويه وقت من عندنا. لذلك انا بس اخذ من عندك شويه وقت حتى ان شاء الله على الفتره القادمه تنتهي هذا الموضوع، وانا ان شاء الله وعدتك يعني خير ان شاء الله بحول الله وقوتي ان شاء الله بحول الله. يعني على الخميس اخر يوم هو يكون ان شاء الله لنخلص هذه التفاصيل. انا عامه متابعه كل الاتصالات وكل العلاجات وكل الارشادات اللي ممكن انه احنا مشتغلين على هذا. نعم نعم انا طولت يعني ما اتصلت قلت
ما حصلتش يعني بعد بعد، بس اليوم سبحان الله هسه قعدت ما شاء الله بلكي ان شاء الله عليك يا رب خير. ان شاء الله بلكي اليوم ان شاء الله يوم يومك سعيد. اني ميس، ميس الامير الابراج. الله يخليك، يخليك يا ربي. عيني استاذنا في دول عينك، يطول عمرك. عيني استاذ، صار من عيوني تدلل على يوم الخميس ان شاء الله، اذا قدرت تحصلني كان بيها، واذا ما قدرت تحصلني انا على جو مباشره راح نحكي كل التفاصيل اللي تخص كل الابراج واللي تخص طوالعهم وتخص امورهم، وان شاء الله يا ربي. احنا اكو نوازل سيئه احيانا تكون ما ينفع الوقت او الساعات اللي ممكن انه نعمل بها، فلذلك يعني الطباع هي اربعه اللي احنا نحكي عنها، الترابي والناري وطبعا المائي والناري. هذول الثلاث طباع هم مختصين بالافلاك اللي احنا نتحدث عنها، اي الطوالع، المريخ وعطارد وزحل وهكذا. ثم اذا صارت نوازل سيئه في تراجع من هذه الأبراج، راح يكون لهذا المولود أنه صعب نشتغل أو صعب أنه نعطيه أي إرشادات بتراجع الفلك أو القمر اللي يخصه. لذلك بعض الأبراج شوية تطول معانا وقت، وبعض الأبراج من حسن حظها تكون اليوم سريعا أنه شو نقول إحنا الاستدارة، أي الدائرة الفلكية كانت ناصفته وكان قريب جدا من طالعة أو برجة. لذلك أنا أتمنى من عندكم السماح والالتماس لهذا الموضوع، نوبات شوي نتأخر عليكم، لكن هو الهدف انه نوصل لنتيجه جدا ايجابيه، والنتيجه هي راح تنفعكم اكثر ما تضركم. فجدا ام سوري انه نتاخر عليكم، مو القصد انه احنا نتاخر ولا القصد انه احنا ما نريد نساعدكم، لا بالعكس، القصد فقط هي النوازل والطباع الاربعه اللي تخص كل التفاصيل. نعم، اتصال هاتفي اخر. الو، السلام عليكم. الو، مرحبا. من شلون تعني؟ يا اهلا وسهلا الغالي، مرحبا. الله يخليك محمد، سرت من الشمال ذاك اليوم، هم اتصلت بيك وانقطع الاتصال. استاذ محمد من وين انت؟ من الشمال والله. الشمال يعني وين؟ كلر. كلر انت؟ ايه. محمد انت تتابعنا من الشاشه ولا من النت؟ والله ولا من الفيس؟ انا بالدوام، لا شاشه ولا نت، بالسياره هنينه وبس اعرف وقت البرنامج واتصلت بي. يعني هسه انت حافظ، انتوا هيك تحفظون وقت البرنامج وتتواصلون معانا؟ اي والله، اي والله. تمام، حياك الله واهلا وسهلا بك استاذ محمد. لكن عاده من تشوفنا من الشاشه؟ عاده من الشاشه اشوفك. اي والله. يا اهلا وسهلا وحياك الله ومية هلا. تأمرنا استاذ محمد، قول شنو حاب تساعدنا؟ يخليك. برجي 1/10، الصحه والرزق قريب. مولود الميزان؟ ايه. تمام. عن الصحه؟ والرزق. طيب من وين تحب نبدي يا استاذ محمد؟ والله سيفت. انت ايش قد العمر؟ 35 سنه. 84. 84 ان شاء الله يا رب العمر كله. وساعه الولاده شو هي؟ والله ساعه الولاده ما اعرف اسمها. محمد شلون تجوني بدون ساعه ولاده وانا اظل حايره بيكم بالارقام مال اسمائكم، افككها ولازم انه ها تساعدينا هالمره. يلا سعانا صديق. تمام ماشي محمد، احنا حكينا عن صفاتك. لا والله ما حكيت عن صفاتك. يلا نحكي عن صفاتك. انا يعني دائما احكي عن ثلاث وجوه، اذا كان هذا الوجه يناسبك تقول لي نعم حتى اكمل حديثي معك ان شاء الله. تمام؟ ان شاء الله. يلا. محمد اللي طالع معايا متوسط الطول، نحيف شوي واسمراني، تروح على الحنطي. اي تمام؟ صحيح. تمام؟ صحيح. تمام؟ صحيح. اكو شيء بكف صحيح. ايدك، بكف ايدك، اكو شيء علامة في كف ايدك او في ايدك فد شيء اشارة؟ يب اكو يب. صحيح؟ صحيح. خلص نتوقف هنا، اثبت عيد هسه الموضوع. هسه عرفنا صفاتك. تمام زين. محمد انت مسافر الى مكان او عندك نية سفر الان لعمل او شيء؟ حاليا لا. حاليا لا، لكن اكو هذا الموضوع في النية. اكو بالنية ان شاء الله. صحيح كلامي؟ صحيح كلام. صحيح. تمام، لكن اكو قضية، هي مو قضية لكن قلق من هذا السفر او ربما تردد من جانبك. صحيح. تمام، يعني الله سبحانه وتعالى يعاود عليك الأرزاق وربما تشوف خير، لكن بداية هذا السفر ربما تأخذ شوية وعكة صحية متوسطة وبعدها ترجع الحال إلى ما كانت عليه، وربما ترجع بدون أي فائدة، يعني مثل ما رحت مثل ما رجعت. لكن عامة السفر حاضر والنية موجودة، هذا الشيء خوب أنت ما تعرف عنه، أنا اللي خبرتك عنه. بلي والله. صحيح. تمام،
اسمعني، مسألة الصحة طبعا الصحة احنا تحدثنا ونتحدث دائما عن مسألة النوازل او نتحدث عن مسألة المريخ ورجوعه بالحمل، تراجع شوية يسبب طبعا حساسية وتعب لبقية الابراج، لكن عامة انا اشوفك تاخذ دواء او مغير دواء معين. والله عندي صوفان يعني اخذ دواء دائما. يعني كلامي صحيح عزيزي؟ صحيح كلامك والله. تمام اسمعني، هذا السوفان اللي تتحدث عنه كان سببه ربما ضربة مفاجئة أو ربما سقوط من مكان أو ربما عارض، يعني ما صار عندك الشكل. بني والله انفجر عبو عليه. كلامي صحيح؟ صحيح والله انفجر عبو عليه. يعني كلامي من شقد؟ 100 200 والله 1000%. فدوى قلبك. زين تعال خلينا نسولف. شوف مسألة الصحة وهذا الموضوع اللي السوفان طبعا عفوا اللي بدأ عندي الرابعة وخامسة أو خامسة وسادسة، يعني ثلاث فقرات اللي طالعين معايا كلش متأذين، يعلم من بعض الأبراج. صحيح؟ صحيح. كلش أتمنى من عندك أنه تنتبه لهذا الموضوع، لأنه لا سامح الله بعد السن 45 تبدو وكأنك راقد، أي نايم أي ما تقوم، وهذا يعلم لا سامح الله على طوالع سيئة ربما تأذيك أو ربما السيء إلى مسألة الجلوس أو النوم عندك، وربما تتأذى من هذا الموضوع. إذا عدت يعني 35 من عمرك إن شاء الله بعدها تكون بأحسن حال وأفضل الأمور. يعني بين قوسين مسألة الأثقال ومسألة النوم على شيء مو مريح جدا مو تمام في صالحك. أتمنى من عندك تكون يعني تحدد هاي الفترة من حياتك، لأنه تأشر معاك صراحة شيء مقلق. أنا ما أريد يعني أفول عليك لا سمح الله، ولكن الفلك يخبرك عن هذا الموضوع. وحتى ترى يمكن أنا لو قبل هذا الموضوع الحادث اللي صاير لك لو كنا يمكن قاري لك كان قلنا لك أنه راح يصير معاك هذا الموضوع، لكن عامة تنتبه لهذه القضية وتحاول أنه تحافظ على نفسك جدا خفيف، أي تبتعد عن حمل الأثقال ومسألة النوم بطريقة صحيحة. أنا حاليا 35 سنة. الآن أنت 35؟ إيه. طيب من الآن تنتبه إلى نفسك. من الآن تنتبه إلى نفسك إلى فترة من الوقت، لأنه لا سمح الله يأشر معك شيء من الخطر عن هذا الموضوع ويأشر تماما. أنت خب ما قلت لي يعني أنا اللي حكيت لك عن هذا الموضوع. بلي والله صحيح. تمام عيني؟ وإن شاء الله الصحة والسلامة لك يا ربي وحافظك الرحمن يا ربي. شكرا جزيلا لاتصالك يا عزيزي. نعم. اتصال هاتفي آخر. ألو. الو مرحبا. مرحبا شلونك تسمعي؟ حبيبتي الغاليه طول عمرك منو معايا؟ الله يسلمك. ام هبه وياك من بغداد. يا اهلا وسهلا ام هبه. المن الطالع لك ولا البتي هبه؟ هبه. اذا نحكي عن هبه نكتب اي 18 8 98. 18 8 98. اها. الاسد الزايد 7 صباحا. ناري 7 صباحا. هاي ساعة الولادة. أي حبيبي. هبة إيش قد العمر قلتي لي؟ 18 8 98. أي 22 سنة. إحنا راح ننقص 98 من 22 يطلع عندنا الجواب على الرقم وساعة الصباحية ويطلع عندنا رقم الحظ هنا. أنا. أي شيء. يعني لا رزق أصلا عامل. فقط الرزق؟ أي حبيبي. تمام. يعني مو قران ولا زواج ولا هاي الامور؟ لا لا هي متزوجه وعندها ولد وبنيه. تمام يلا نحكي. اي حبيبي. اولا يا ام هبه احنا حاكين عن هبه عن تفاصيلها مسبقا لو هاي اول مره. اي حبيبتي اريد بس على رزقها يعني بالاطفال قد يصير عندها ذكور وانثى. تمام يلا. اي حبيبي. خلينا نحكي اولا عن هبه طالما احنا ماخذين شكلها. شوفي احنا ام هبه مساله الارزاق بالنسبه للاولاد والاطفال طبعا تتباين عندنا من يوم لاخر، تعرفين ليش؟ لانه كل فتره وكل مرحله لنوازل معينه تاشر شيء. قولي لي ليش شلون بالدقيقه الواحده؟ شوفي من صراحه الله عنده علم الكتاب، يعني علم الكتاب تعرفين معناه انا شنو اقول معناها. صحيح. معناها انه هاي المولوده او اي شخص انولد بنفس الساعة من نفس الميلاد اللي خلينا نكون هي مواليد الأسد بالساعة الواحدة كم دقيقة نزلوا بهاي المواليد؟ كم دقيقة انولدوا؟ دا تشوفين شلون؟ دا تشوفين شلون؟ فمعناها مو كل الأسد مو كل مواليد الأسد مثل هبة انه راح يأشر معايا تفاصيلها وأنا راح آخذ التفصيل الحقيقية. بمعنى شنو أرد أفهمك؟ بمعنى انه يوميا اكو نوازل دا تفتر عندنا، فلو هبة لو هبة لو هبة اليوم نفترض انه قررت يكون عندها
قررت يكون عندها اليوم حالة من الإنجاب، اليوم قررت تتخلف، واضح؟ أي. حسب النوازل. أي. اسمعيني، حسب النوازل. أي. يعني شلون احكي لك اياها بالعاميه، مثلا اليوم الزوج والزوجه صار عندهم حاله قران وصار اليوم يخلفون، بهذا اليوم تحديدا صارت النطفه وتكون الجنين، لكن تكون هذا الجنين وهذا المولود في ساعه معينه. اذا هذا البصمه اللي تقرا عنده، تقرا ربما ثلاثة اولاد وتقرا ربما اربعه، بعد ساعه من الان ربما صار المولود. هالشكل انا شو اريد اوصل لك؟ اريد اوصل لك انه احنا ما نقدر نحدد الجنس والاولاد، لانه على اعتبار انه الدائره الفلكيه كل شويه تاشر شيء. شوفي انت لو سالتني باكر ايش راح يطلع عندها؟ ايش راح يطلع عندها؟ راح يطلع عندها ست اولاد ذكور، ولو سأليني بعد ساعه يطلع عندها اثنين ذكور، ولا حسب حاله الاقتران الزوجيه، اي الزوجيه، لكن عامه معاها كمولوده للامور العامه للخطوط معاها يأشر ثلاث اولاد واربع اناث. شوفي ولو تريدي تسأليني بعد ساعتين راح يأشر معاها ست بنات وثلاث اولاد. ليش؟ لان احنا نحكي عن الخارطه الفلكيه اللي تدور، تفهمي شلون؟ وطبعا اكو سنين اي العقد يسموه، يعني من بعد الثلاثين طالع السيدات او طوالع الرجال راح تختلف. فمعناها لو تسأليني بعد الثلاثين من العمر ربما راح يطلع معاها الأولاد يختلفون عن حالة الإناث، لكن لو تسأليني عن جنس المولود شنو راح يكون ممكن أقدر أجاوبك إياها. هذه هي التفاصيل. نعم هي هذه التفاصيل. نعم هي هذه التفاصيل اللي شوية بها صعوبة. الله سبحانه وتعالى بيد علم الكتاب هو اللي يعني يحاول أنه يزرع ما في الأرحام، وهو الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير. عامة إذا أريد أحسب لها لهبة المولود اللي أنا قاعدة أشوفه هو ذكر حسب الطوالع لليوم إن شاء الله لليوم هو ذكر، تشوفين شلون؟ هذه هي شوية بعض الخلافات اللي قاعدة تعمم يعني، لكن عامة هي في طالعها ثلاث أولاد لحد اليوم، في طالعها ثلاث أولاد. يعني ثلاث أولاد ذكور أم إناث؟ لا ثلاث ذكور، دا أقول لك ثلاث أولاد. ها إن شاء الله. ست مين سنزح معاليات، هل عندها يعني انتقالات تنتقل بيت مولود؟ هسا انت راح تسأليني عن تحسين الأوضاع المادية والانتقالات. شوفي أول هام هذه المولودة أبدا بدون نقاش لا تقولي لي مو متعوسة، لا أشوف شيء من القهر، قاعد أشوف شيء من الضوجة، قاعد أشوف شيء كأنها مهمومة، يعني شيء من الهم. صحيح هذا الموضوع جدا موجود، لكن عامة الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الموضوع معاها في انتقال من مكان إلى آخر، ولكن نهاية السنة القادمة كأن المسألة متعلقة بشيء مادي، يعني شو نقول بالعامية معوزة، أو نقول الإقدام اللي يعني الفكرة اللي بادين بها شوية محتاجة صبر، لأنه لسه الأمور ما مكتملة معاهم ماديا، لذلك بعد سنة من الآن أو تسعة شهور أو ثمانة شهور على المرحلة القادمة في انتقال، والانتقال يكون جدا سعيد وسلس معاهم، وربما هناك شخص يدخل لمساعدة يعني الموضوع عامة على أكثر الأمور، لكن الأمور إيجابية وهناك فرحة، ربما هناك شيء يدخل العائلة، هناك شيء من المسرة. الحمد لله والشكر، رغم هي الحمل بادي معاها متعب، لكن أمورها في أحسن حال وأمورها إيجابية إن شاء الله. ان شاء الله حبيبه قلبي امها بالغاليه يا عيوني انت، مرحبا حياك الله، اهلا وسهلا بك. طبعا مشاهدينا الكرام هي بس هيك مجرد تنويه جدا بسيط، اغلب الابراج او اغلب الاشخاص اللي يحاولون يسالوني عن الطوالع، او هي ممكن انه احنا نحدد حاله الجنس والمولود، لكن تعرفون انتم في حركه الابراج والنوازل هناك كثير تفاصيل تتغير في الدقيقه واللحظه والثانيه. فمثلا لو تسألوني مثلا قبل ساعة أنه حسب الدائرة الفلكية حسب البصمة المحددة لهذا الشخص ربما راح تطلع غير شيء، يعني مواليد الأسد أو ربما العقرب أو ربما الدلو، في بصمات تختلف، يعني أنا مثلا مو كل البصمات للمواليد تشابه، يعني بمعنى أنه اللي انولد في هذه الساعة كم مولود من مولود الأسد أو كم مولود من مولود خلينا نقول العقرب، هل ذولا كلهم كانوا مسعودين؟ هل ذولا كلهم كانوا متعوسين؟ طبعا لا، تختلف هاي بالثانية والدقيقة، لأنه الطوالع
تختلف، مثلا عندهم واحد هنا متعوس طالعه متعوس والاخر طالعه سعيد، ليش؟ لانه كانت نظره الولاده من ساعه الزهره او المشتري، وهذا طبعا احسن النظرات لبقيه الابراج. منهم من يكونون مشاهير، ومنهم من يكونون اثرياء، ومنهم من يكونون شحاتين، ومنهم من يكونون اصلا ما كملوا اي علم وهم متشابهين بنفس البرج. هذه هي الحاله صراحه، اتمنى من كل الابراج انه يعرفوها لانه تختلف من حاله الى اخرى. نعم، الاتصال هاتفي اخر. الو الو الو، شلون حياتي؟ الو مرحبا، شلونك قلبي؟ يا اهلا وسهلا، شلونك؟ انا اسمي مروه. يا مرحبا، اهلا وسهلا بيك مراوي، شلونك؟ شلونك حياتي؟ اي خليك في دول قلبك حبيبتي عيوني. عايز اسالك عن برجي. اي اي شهر انت مروه؟ بثمانية 27/8. انت 27/8؟ اي. اها، مولودة العذراء. اي اي، العذراء راح تكونين طالعك عطارد وطبعك ترابي. ها، اسالك عن الارتباط يعني الزواج. النصيب. اي اي، ايش قد العمر مروه؟ 24. عمرك 24. ساعة الولادة شنو؟ 10:30 الصبح. اكيد متاكده؟ اي متاكده. بعدين ترى ها ما تطلع نفس الصفات اذا مو متاكده. لا لا، عادي بالتاريخ موالدي اعرف. حلو، تمام، حلوه مراوي، اول مره القى وحده حافظه تاريخ ميلاد حقيقي، ما راح تتعبنا. لا لا ما تعبت. يلا مراوي خلينا نسولف. يلا يلا مروه، احنا متحاكين قبل يعني حاكين صفاتك؟ اي حاكين صفاتك؟ اي، ما هاي ثاني مره اتصل بك. اللي كان صفاتي سريعا، متوسطه الطول وحنطيه البشره. اي تمام تمام. كان اكو لون بشعرك شويه قلنا؟ لا لا ماكو لون بشعرك. تمام، يلا خلينا نكمل صفاتك حبيبتي او نحكي عن المواضيع. شوفي مروه، طبعا المواليد اللي انت منعتها هذه السنه واجهت شويه مشاكلات، واجهت شويه صعوبات، طبعا حتى على صعيد العلاقات الشخصيه، اي العلاقات بالعائله شويه واجهت صعوبه، يعني كانت السنه شويه عليك مو ذاك السنه اللي كنتي افضل يعني من سابقتها، يعني حتى على مستوى العلاقات الشخصيه كانت علاقاتك محدوده، كانت ربما حتى خلينا نسولف على صعيد الاسره ايضا كنتي شويه يعني مو يعني ما مركزه اكثر، يعني صارت اكو خلافات بسيطه وكذا لانه بعض النوازل والطوالع شويه ما كانت جيده معك. الان 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 اكو شخص كانه صاير حديث او ربما كلام انقطع عنك، يعني تحدثوا وانقطع. اي صحيح صحيح، تمام زين. اكو وعود بيناتكم انقطعت او كلام او حديث صار؟ اي اكو. تمام، شوفي تمام، سبب هذا الموضوع يعني هي مو مره ولكن خلينا نسميها فتاه، يعني بعدها صغيره مو كبيره بالعمر. هاي شويه قلقل بالكلام او ربما زيد احيانا، لذلك هو الموضوع هالشكل صار. ربما كانت قاصده لكن الموضوع هالشكل صار، يعني صار بنميمه احنا نسميها. اي تمام تمام. بس عامة تحسين ان الموضوع انسد او الموضوع يعني صار بي بس كلام وراح، لكن عامة اكو قران واكو حديث وينفتح من جديد وتصير الامور ايجابيه وتتكلل بالنجاح ان شاء الله، لكن بعد اكثر على الاقل في شهر شهرين ونص من الان اكو محادثات وعوده وكلام ايجابي ان شاء الله باتجاهك. وفي طالعك. نعم اي تفضلي. حبيبتي بس بدي اسالك، انت تقولي على هاي الشخص يعني هم يعني اتعاود وياه مع هاي الشخص لو شخص ثاني؟ شو ما فهمت قصدك، منو اللي تقصدين اللي خرب القضيه؟ اي المنافق؟ اي يعني هذا المنافق شو احنا نقول هيك مجرد وجهه نظر يعني عنك. اها اي يعني انطى وجهه نظر، وجهه النظر شوي نبات بعض الأشخاص يسمعون كلام، والشريك اللي مقبل معاك كثير يسمع الكلام، يعني أي واحد يقول له عن كلمة أو شيء يأخذ بيه رأسا، فهذا هو الموضوع اللي صاير معاك. لكن تعرفين شلون؟ يعني بعد هذا الشريك إذا كنت تصبرين أكو علاقة جدا ناجحة راح تكون، وراح يكون شيء جدا إيجابي باتجاهك،
يعني اكو علاقه بعد انجح من هذا القران. في طالعتش اثنين بنات في بدايه الزواج او ربما ولد وبنيه، لانه اذا كان في شهر قمري من الاشهر القمريه يكونون جوز اثنين اولاد توأم. ان شاء الله يا رب خير. يا حبيبتي يا مراوي نسمعك على خير، وتعاودين الاتصال بينا ان شاء الله ما يكون المره الاخيره ان شاء الله. حبيبتي يا حبيبتي الغاليه يا مرحبا يا اهلا وسهلا بك. نعم اذا في اتصال هاتفي اخر. الو 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 مرحبا، شلونك عيني؟ يا اهلا وسهلا. اريد اشوف لوختي. اي منو معاي اولا؟ ام ملاك. ها ام ملاك شلونك اخبارك؟ الله يسلمك عيني، شلونك؟ في دول قلبك. عندي اخت صار لها 11 شهر زعلانه. اي يعني جاب هدف وطلع. يلا خمس جوال. يلا شنو اسمها اختك؟ ناهده. اي ناهده بنت عبده. مواليدها 21/7/77. هي مواليد 77؟ اي تمام 21/7. اي تمام 21/7. اي طيب مولود السرطان. اي وراح يكون طالعها القمر وطبعها مائي. اوكي من اي محافظه انتم ملاك؟ هي من الانبار واحنا من بغداد. اها يعني وجهها بالانبار. تمام يلا خلينا نسولف. انت اول مره ملاك تتصليني؟ اي نعم. زين فدوها الوجه الحلو. فدوى قلبك غير وجهك اللي جنن عيوني انت الله الغاليه. الله يا مرحبا فدوى قلبك. ام ملاك انت تشوفينا من الشاشه ولا من الفيس تابعينا؟ لا لا من الشاشه. اي تمام خير ان شاء الله. زين يلا ام ملاك سريعا خلينا نحكي عن ناهده. نعم وعن صفاتها. شوفي اللي طالع معايا عن ناهده متوسطه الطول كانه شويه قصيره. اي متوسطه. اها طيب سمراء تروح للحنيه. لا. شويه لا لا. طيب على شوفي احنا ساعة الولادة عادة مو دائما تكون معاكم، يعني اذا بتنطينيها اعطيتيني ساعة الولادة اي ساعة كانت؟ ما اعرف لان الوالد والوالدة متوفين. شوفي اي لهنا ليش انا قلت لك نفكك الارقام النون والاليف والهاء والراء والياء وتنجمع مع 77 ويطلع. تمام اسمعيني. طبعا اذا متوسطة راح تروح على الحنطية بين الصفراء، اسميها سمبولية احنا، بين الصفرة والحنطية من البشرة. تمام؟ لا الو لا لا الو ناهدة اسمعك حبيبتي. اذا للوجه الثالث اللي راح تكون بيضاء ماخذة على شوية يعني شلون احنا نسميها كأنه لون شمس او شيء. اي تطلع على يعني هي قلت لك حنطية بين البيضاء على سمبولية على صفار تاخذ شوية. اي تمام؟ اي نعم تمام. شعرها بكسره شويه بلون صفار. نعم. صحيح؟ نعم نعم. وعندها شامه بخدها. اي صحيح؟ صحيح. يلا نوقف هنا حبيبتي. يعني احنا ساعه الولاده دائما من تكون ماكو ساعه ولاده شويه يكون شويه باختيار الوجه شويه صعب. يلا نكمل حبيبتي. خلينا نكمل. اسمعيني اسمعيني. هذا الزوج كانوا عنده سياره حمل كبيره؟ اي صح؟ صحيح. زين. شوفي خلي احكي لك قضيه. انا من حقي احكي مو بعدين تصير شو اسمه ويقولون ها انتم قلتوا كذا وكذا. لا حقك حقك. اسمعيني هذا 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 عنده عصفوره حبيبتي. اي عنده عصفوره والعصفوره ما شاء الله عليها يعني يعني ماخذه الاول والتالي. وخلي اقول لك حكايه. يعني اعتقد العوده او بالنسبه لهذه المولوده راح تبقى يمكم 9 أشهر الى سنه. هي طلعت صار لها سنه بعد شهر. يعني كلامي صحيح؟ صحيح. من ايش قد صحيح؟ 1000%. طبعا خليني اقول لكم عزوز قاعد هناك بالكواليس وكل مره شي يقول لي والله جد من ايش قد؟ على عناد عزوز من ايش قد كلامي؟ لا 1000%. 1000% عزوز. زين اسمعيني خليني اقول لك حكايه. بعد السنه بعد السنة هذا الشخص اكو قران وزواج من وحدة ثانية باعي. هو اي هو صار كلامي من ايش قد هسه؟ من مليون؟ هسه مليون عزوز من مليون دا اضربه طلقات بالجو. زين شوفي حبيبتي هو صار بس صحيح صار عرقلة يعني بامورهم.
شوفي خلي اقول لك حكايه. يعني مع الاسف هاي المولوده كان ساعه الولاده ونظره الولاده بيطالع جدا سيء، ولذلك يعني يضرها الموضوع كثير. لكن اكو انصاف، وخلي اقول لك حكايه. شوفي ايش قد كان هذا المولود شخص جدا طبعا متغير، يحكي حكايه وبعدين راح يغيرها. لكن عامة بالأول والأخير راح تكون هي أم البيت، وراح تكون هي الإنسانة اللي تسيطر أكثر من اللي كانت بالبداية، يعني إلها الشأن. وراح تكون أكو عودة وأكو مبلغ مادي نقدي راح يدفعه، إحنا بالعربية نسميها الرضوة، يعني راح يرضيها بس بشروطها، بس بشروطها، وتكون هي اللي متركزة ومسيطرة أكثر من الأشخاص الثانيين، أي خلينا نسميها الشركة الثانية. زين هاي الشركه ثانيه صحيح صارت لها مشكله راح يعوفها؟ يعني لا مشكله كبيره ما يعوفها حبيبتي، تها بشكلات وعصافير هوايه. بس عامه اللي هي شنو اسمها صاحبتنا البنيه ناهده هي اللي راح تكون مسيطره هذه المولوده، مكتوب على اسمها هواي اشياء. وبعد ما ترجع راح تصاب بمرض او وعكه صحيه لا سامح الله، ان شاء الله تشافى من عندها ويكون عندها مولود بعد هذه العوده. زين في دول عمرك يعني جهالة خابروها صار يعني 5 أشهر ما مخابريها؟ نعم. يعني ولد واربع منهم. شوفي أنا كلامي من حكيت لك إياه ما كنت تعرف أنت هاي التفاصيل، أنا أعرفك على الجول مو مباشرة حكينا. لا لا خلاص تسمعين اللي راح أقول، راح أقول لك إياه على الجو تسمعين، وراح يصير إن شاء الله تتصلين بي بعد ما يصير أكو رضا وتوافقات تتصلين علي حتى فهمت شنو القضية راح أسويها حتى تثبت أعمدة هذا البيت وهذا المنزل، وإن شاء الله يا ربي ما تتشتت مرة ثانية. تمام. في دول عمرك، عندها على صحتها يعني فدنا مريضه هي؟ شوفي انت الدقائق الاخيره من عمر الفقره اللي تتصلينا والاخر مخرج والله كم حصلت انقطع امينه خلص عيوني الك تعاودين الاتصال اخر مخرج ياشر لي يقول ان الوقت نفذ معانا. وانا اتمنى صراحه ابقى وياكم لحد العصر وناسه كلش، بس شو نسوي فقراتنا صباحيه اخوايه وصباح زاجروس، بعد بفقرات صباحيه اخرى ان شاء الله. طبعا بعد فاصل قصير راح ارجع مع زميلي عزوز بالاستوديو حتى يكمل باقي فقراته الصباحيه. باي باي.